في صباح الثاني من أغسطس عام 1999 هبطت الطائرة BA التابعة للخطوط الجوية البريطانية في الكويت لتتزود بالوقود. لم يكن أي من ركابها يعلم أنهم على وشك أن يتحولوا من مجرد مسافرين إلى دروع بشرية في لعبة سياسية شرسة. حادثة عادت إلى الواجهة بعد مرور أكثر من 3 عقود، حيث بدأ الناجون في محاولة كشف الأكاذيب والمؤامرات التي غطتها الحكومات بستار من السرية. فما هي القصة؟ كان الغزو العراقي للكويت قد بدأ لتوه، والعالم لم يستوعب بعد حجم الكارثة. وركاب الطائرة BA كانوا يعتقدون أنهم في محطة توقف روتينية، ليجدوا أنفسهم فجأة محتجزين من قبل قوات صدام حسين. وفي ظلمة تلك الليلة تم إنزال الركاب والطاقم من الطائرة، وسرعان ما تحول مصيرهم إلى لغز مخيف. تم تدمير الطائرة على المدرج، واحتجز الركاب لبضعة أيام في فندق قريب تديره القوات العراقية. وبعد أيام قليلة تم نقلهم إلى العراق وتوزيعهم كدروع بشرية على مواقع عسكرية حيوية في محاولة لردع القوات الغربية عن قصف العراق. أمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم وعددهم 367 شخصاً أكثر من 4 أشهر في الأسر، وتعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم. كتاب عملية حصان طروادة لكاتب بريطاني فتح باباً من الأسرار عبر ادعاءات بأن الحكومة البريطانية لم تكن فقط على علم بالغزو المحتمل للكويت، بل استخدمت هذه الطائرة بشكل متعمد لإدخال عملاء استخبارات بريطانيين إلى الكويت. والتأخير المتعمد في إقلاع الطائرة من لندن كان لإعطاء هؤلاء العملاء الفرصة للصعود إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة. بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم الطائرة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران. والآن بعد سنوات من النضال والألم، يقف الناجون في قاعات المحاكم محملين بالأدلة والذكريات المؤلمة، ليسألوا العالم: هل تنجح هذه المحاكمات في إعادة كتابة فصل من العدالة لأولئك الذين استخدموا كأدوات في لعبة سياسية لا يمكنهم حتى فهم قواعدها؟